السيسي في بيان شديد اللهجة يحذر من فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة بعد محاولة أمريكا حماية سد النهضة. وفي مفاجأة، رائد فضاء روسي يلتقط صورة غامضة لمصر. ومفاجأة لكل المصريين، تفاصيل قانون صدق عليه الرئيس السيسي قد يوقف الدراسة ويمنع وسائل النقل. واتحاد قبائل سيناء يعلن القبض على عنصرين متطرفين ويكشف التفاصيل. وأردوغان يتحدث عن التقارب مع مصر ويتغزل بها مثل الإمارات. وهجوم عنيف على مدرب بسبب زوجة محمد صلاح. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، وده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. والسيسي في بيان شديد اللهجة يحذر من فرض الأمر الواقع بشأن سد النهضة بعد محاولة الولايات المتحدة حماية سد النهضة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بصون أمنها المائي بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف. وطلب الرئيس السيسي بضرورة الابتعاد عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، ورؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل الشعوب دول حوض النيل. المصدر معانا كان من RT. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ويعني كان في اخبار طلعت ان في يعني ضابط في الجيش الامريكي كان بيقول ان احنا يجب علينا حماية سد النهضة من اي هجمات سودانية او مصرية. طبعا محدش عارف اذا كان يعني هذا التوجه كان شخصي لهذا الجندي برتبة كبيرة في الجيش الامريكي ام كان هذا توجه الجيش الامريكي من الاساس. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ولو فعلا يعني ان هذا توجه الجيش الامريكي هو حمايه سد النهضه ضد مصر والسودان، فنفهم ان في يعني زي ما تقولوا مؤامره ضد مصر او لتعطيش مصر. اترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وفي مفاجاه، رائد فضاء روسي يلتقط صوره غامضه لمصر. التقط رائد الفضاء الروسي انتون شاكا بيليروف صورة مذهلة لمصر من الفضاء الكوني، وصفها بالدولة الغامضة التي تحتوي على العديد من الأسرار. وقال رائد الفضاء الروسي على صفحته على انستغرام وصفا مصر من الفضاء واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحاري اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطيل الآلهة مجتمعة مع منتجعات النخبة والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة. وتابع أنه لأمر مدهش أن أهل الصحراء اللامتناهية كانوا قادرين ليس فقط على بناء أعظم الأهرامات، ولكن أيضا قدموا للعالم الورق والكتابة والمفاهيم الأولى للجراحة. وأشار إلى أن عالم مصر القديمة موجود منذ فترة طويلة، حتى أكثر بكثير من العديد من الحضارات الأخرى في الماضي. وتمكن المصريون القدماء من تحقيق الكثير من الاكتشافات التي لا تزال تجعل العلماء يهزون أكتافهم ولا يفهمون كيف يكون هذا ممكنا. المصدر معنا كان من RT. هذا يعني كان غزل من رائد الفضاء الروسي أنتون لمصر. أترك لكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. واتحاد قبائل سيناء يعلن القبض على عنصرين متطرفين. وأعلن اتحاد قبائل سيناء في مصر القبض على عنصرين متطرفين بعد كمين محكم بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية. وفي بيان له قال اتحاد قبائل سيناء:
مجموعة من نخبة مقاتلي اتحاد قبائل سيناء وبغطاء جوي وميداني من تشكيلات القوات المسلحة المصرية، وبعد رصد دقيق وتعقب من قبل وحدة الرصد والمتابعة التابعة لاتحاد قبائل سيناء وبتوجيهات القيادة العسكرية والأمنية، تم بحمد الله إيقاع قياديين تكفيريين في منطقة وسط سيناء لتكون الضربة الثالثة والأقوى على مدار أشهر من العمل الدؤوب والشاق. المصدر معنا كان من RT، تحية طيبة لاتحاد قبائل سيناء لأنهم يعني بكل ما أوتيهم من قوة بيحاولوا أنهم يحافظوا على أرضهم، أرض سيناء المجيدة. ربنا يحفظهم ويحفظ الجيش المصري إن شاء الله، وتحيا مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، ومفاجأة لكل المصريين، تفاصيل قانون صدق عليه الرئيس السيسي قد يوقف الدراسة ويمنع وسائل النقل. كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل قانون مكافحة الوباء بعدما وافق مجلس النواب المصري عليه وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح قانون الوباء أنه في حالة انتشار الوباء يتم إنشاء لجنة لإدارة الأزمة، والتي تقوم بالعديد من الإجراءات لحماية المواطنين في حال انتشار الوباء، كما يتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بإعلان حالة الوباء لمواجهة خطر انتشاره. وتختص هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات المهمة، حيث تقوم بتعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة، كما تقرر اللجنة تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها والعديد من الإجراءات الأخرى. ويحق للجنة الجوائح ضمن قانون الجوائح الصحية في حالة تفشي الوباء حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، حيث يؤدي الازدحام والتكدس في وسائل المواصلات العامة لانتشار الوباء. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأردوغان يتحدث عن التقارب مع مصر ويتغزل بها مثل الإمارات. قال أردوغان إن خطوات التقارب التي اتخذتها تركيا مع الإمارات تاريخية. ونقل مراسل لصحيفة RT عن أردوغان قوله: الآن وقعنا اتفاقية بقيمة 11 مليار دولار مع الإمارات، وسأزور هذا البلد في النصف الأول من فبراير. أكد أن العلاقات مع الإمارات ستذهب إلى مستويات متقدمة جدا، ولدينا خطط واعدة في هذا المسار. كما أشار أردوغان إلى إمكانية إجراء زيارات مماثلة مع دولة البحرين. وفي حديثه عن مصر أكد أردوغان أن التقارب مع مصر أمر ممكن أيضا، لافتا إلى أنه سيكون في مصلحة شعوب المنطقة. وأضاف أن العلاقات مع مصر الآن في مستوى وزارات الخارجية، ومن الممكن أن يتطور ذلك بشكل واضح أيضا. يذكر أن تركيا والإمارات وقعتا الأسبوع الحالي على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لتركيا. المصدر معنا RT، وعاوز أعرف من حضراتكم هل أنتم شايفين أن هيكون في يعني علاقات بين مصر وتركيا في المستقبل أم لا؟ أترك ليكم التعليق. وهل تركيا يعني هتخلي دعمها مستمر لجماعة الإخوان أم لا؟ أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وهجوم عنيف على مدرب بسبب زوجة محمد صلاح. تعرض مينا سمير مدرب زوجة محمد صلاح السابق لهجوم عنيف بعد نشره لصورة زوجة محمد صلاح وهي بوزن زائد، وقوله إنه كان شريكا في رحلة إنقاذ وزنها، ورأى آخرون أنه لم يكن شريكا بالرحلة، فكانت من بين التعليقات المنتقدة. مش حساء حاجة حلوة إنك تنتهز فرصة الحدث ده وتنزل صورتها قبل وبعد علشان تقول إنها بدأت معاك، ما أعتقدش إنها تحب كده. وورد في تعليق آخر: بغض النظر أنت عملت معها إيه، هو أنت كنت مستني مناسبة زي دي علشان تنزل صورتها قبل وبعد ليه؟
يعني مش فاهمة الموضوع، ملوش علاقة بيك أصلا إنك تنزل صورتها وهي بتستلم الجايزة وتوري الناس شكلها كان عامل إزاي قبل الصورة دي، مش لطيفة يعني. ورحلة إيه اللي جزء منها بالظبط إنها تستلم الجايزة ولا تخس معاك؟ ولم يقف الكابتن مينا سمير صامتا أمام هذه الانتقادات، إذ قرر الرد على التعليقات أيضا قائلا: أنا نفسي بس أفهم السبب من تقليلي أنا كشخص، يعني إيه وجه الاستفادة؟ وقال في تعليق آخر: طيب يا جماعة، شرف ليا ناس جديدة على الصفحة وفي ناس كاتبة كومنتات إني بكذب، فطبعا نبذة بسيطة عني شخصيا ونجاحي ده بعد ربنا بسبب متابعين الصفحة هنا. وفي تعليق آخر للمدرب مينا سمير كشف من خلاله أن والد اللاعب العالمي محمد صلاح كان أيضا يتواصل معه لإنقاص الوزن. والله يا جماعة أنا مبسوط من كل الكومنتات اللي بتقول يعني ثابت دكاترة العالم ومدربين لندن وجاتلك، واللي مش مصدق بيفرحني قد إيه إن اسمي يوصل لحد زيها وتنورني في الجيم وتتابع معايا أونلاين تدريب وتغذية والتزمت التزام أبطال وتابع. وتاني مرة والد محمد صلاح نورني في الجيم، وده شرف ليا إني أتعامل مع عائلة صلاح. ومعرفش بجد والله انا بدرب مشاهير كتير اونلاين ومش بقول، وده من زمان يعني من سنين، فين المشكلة؟ وخطفت ماجي صادق زوجة محمد صلاح الانظار اليها خلال حضورها حفل جائزة القدم الذهبية الذي اقيم الاثنين في امارة موناكو الفرنسية، واستلامها للجائزة نيابة عن زوجها، حيث تمنح الجائزة لاكثر لاعب سجل اهدافا في موسم واحد بشرط ان لا يقل عمره عن 28 سنة. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي بنفس الاسم على الفيسبوك وعلى يوتيوب. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.